بسم الله الرحمن الرحيم، وبفضل الله عز وجل تم اليوم إطلاق حملة دفء وسلام لمواجهة أخطار الشتاء لعام 2020-2021، وتستهدف هذه الحملة حوالي 1 مليون شخص في 19 دولة، منهم اللاجئين والنازحين في سوريا ولبنان وفلسطين واليمن وغيرها من الدول الآسيوية والأفريقية والأوروبية، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 66 مليون ريال قطري. والهدف من هذه الحملة هو التخفيف قدر المستطاع على الأسر المحتاجة والأطفال وكبار السن الذين يعانون من شدة البرودة ومن كثافة الثلوج في كل عام، ولتوفير أقل مقومات الحياة لهم والاحتياجات الأساسية لهم. طبعاً سيتم التركيز هذا العام على الدول التي تعاني من أزمات وكوارث إنسانية وتشهد ظروف استثنائية، خصوصاً مع جائحة كورونا، وأيضاً الدول التي تصل درجات الحرارة لديهم إلى ما دون الصفر. ومن خلالكم نوجه نداءنا إلى المواطنين والمقيمين وكل من يعيش على أرض دولة قطر الحبيبة بالمساهمة معنا من التخفيف على اللاجئين والنازحين من شدة البرودة، وجزاهم الله ألف خير والله يكتب أجرهم إن شاء الله.